المفروض نتكلم احنا بنجهز الفرصه على بيها من خلال تعاوننا خلال السنتين اللي فاتوا مع شركه بريزنتيشن ان احنا قدرنا نحقق حاجه جديده لنادي الزمالك وهي ان الرعاه الرئيسيين لنادي الزمالك اصبحوا شركات انترناشونال اصبحوا شركات لها شير كبير من السوق اللي هي متخصصه فيه سواء في مصر او ريجنالي او انترناشونال وده حاجه ايجابيه بالنسبه للبراند بتاع نادي الزمالك. شركه بريزنتيشن ما زالت تعتبر من اقوى شركاء نادي الزمالك خلال السنتين اللي فاتوا، واحنا سعداء جدا بالنجاحات اللي قدمها نادي الزمالك خصوصا في مجال كره القدم بالاضافه لمجموعه الالعاب الثانيه. يمكن ما حدش بيطلع علينا قوي، ولكن نادي الزمالك فعلا في منطقه حقيقيه رياضيه انشائيه اجتماعيه بنشكر فيها اعضاء مجلس الاداره، وبنختص بذكر مره اخرى لرئيس مجلس الاداره السيد الشرف القدر منصور. احنا مش هنبقى بس رعاه، احنا هنبقى بارتنرز، هنبقى شركاء في كل حاجه. احنا عندنا احلام كبيره قوي للنادي ومهتمين قوي بالنادي وبكل الاكتيفيتيز اللي هيعملها، مش بس حتى بالكوره، احنا هنبقى ان شاء الله مع النادي في كل خطواته. واحنا شايفين ان نادي الزمالك هو النادي الاهم دلوقتي في السوق وهو النادي الاهم في مصر. وبجد بنتمنى توفيق نادي الزمالك في افريقيا وفي الدوري المصري، متاكدين ان شاء الله ان شاء الله هيبقى هو احسن نادي، هو ياخد كل البطولات يعني زي ما عودنا دايما بكل بطولاته المصريه والعالميه وكل الابطال اللي اثرونا بيها على مدى السنين الجايه. بنشكركم، بنشكر احمد. نادي الزمالك كان عندنا خلال السنتين اللي فاتوا من مع بدايه المجلس الجديد من استراتيجيه تسويقيه ان احنا نتحول لنادي الزمالك للشراكه مع الشركات الدوليه، الشركات الانترناشونال. ده كان بالتعاون مع شركه بريزنتيشن، كان ليها دور كبير معانا في دوت، ونجحنا في ان احنا اصبح دلوقتي كل البارتنرز بنسبه 90% منهم هم شركات مالتي ناشونال. فالنهارده احنا بنكمل دوت في الشراكه اللي بيننا وبين لاكتيل كشركة دولية لها شير كبير قوي من السوق المصري او السوق العربي او السوق الدولي حتى. والشراكة دي طبعا هم موجودين معانا على التيشيرت زي ما حضرتك شفنا احنا عرضنا في المؤتمر الصحفي، لكن يعني بيهايند ذس في برامج ترويجية وتسويقية هتتم بشكل كبير جدا ما بيننا وما بينهم، لها علاقة بالجماهير، انشطة مع الجماهير، انشطة مع اللاعبين، مع النادي، مع الالعاب الاخرى.